بالاضافه الشيء اللي دايما النادي الاهلي بياكد عليه وهو التحكيم. يعني مظبوط. حتى الاهلي في عز ما هو واخد هذه البطولات المحليه، لاحظنا في الفتره الاخيره كذا رساله موجهه من النادي الاهلي الى اتحاد الكره بالاهتمام برفع مستوى التحكيم. احنا مش بناخد التحكيم شماعه لاي اخفاقات، لكن احنا دايما حتى في عز النجاح النادي الاهلي بيلفت نظر اتحاد الكره الى ان التحكيم احد العناصر المهمه جدا جدا. طب استاذ جمال، هنا هسالك سؤال صغير في جزئيه التحكيم دي. هل لاحظت فرق بين رئيس لجنه الحكام البرتغالي الجديد اللي موجود في الوقت الحالي وبين كلاتنبرج السابق قبل كده اللي كان موجود؟ وهل صلاح فارق ولا ما ضافش للحكام حاجه لحد دلوقتي؟ لا طبعا نقدر نقول ان هو لسه ما قدمش كل حاجه، و يعني هو نفسه بيريرا اللي هو البرتغالي قال ما تحاسبنيش غير مع بدايه الموسم، فاحنا نتمنى ان هو يضع او ياخد كل اجراءاته الشغل اللي هو عاوز يعمله كله في فتره الراحه القادمه، لانه احنا مستنيين موسم قادم صعب جدا، والتحكيم ممكن يبقى عنصر يا اما ايجابي في صالح الكره المصريه يا اما يكون سلبي فيؤثر سلبا على الموسم وعلى الفرق ويظلم ويوقع الظلم بناس وحاجات زي كده. ده كله لابد من مراعاته، انما ما زلنا بننتظر ان بيريرا يضع بصمته، لان طبعا كلاتنبرج يمكن ما حصلش على فرصته الكامله بفضل ضغوط من بعض الانديه عليه، وهو اضطر ان هو يرحل لان هو مش قادر يواجه، مش لاقي الحمايه كمان في اتحاد الكوره، يعني مش لاقي الحمايه من اتحاد الكوره، فنرجو ان اتحاد الكوره يوفر الحمايه الكامله لبيريرا ويساعده على عمل ما يريده، لان انت مش متعاقد مع مدير فني لاتحاد الحكام اجنبي بالاف الدولارات عشان يبقى نفس المستوى موجود. طيب هسالك سؤال، طب بخصوص احنا بنكمل في جزئيه الحكام، هل تتوقع ان فيريرا يقدر يغير الكرو بتاعه او التشكيل الجهاز المعاون ليه في لجنه الحكام في الفتره دي، ولا هيعتمد على نفس الاسماء اللي موجوده اللي مرشحها له اتحاد الكوره؟ لان احنا انا رد الفعل بالنسبه لي كمشجع ان انا ما شفتش الموسم اللي فات اي بصمه. هو الحقيقه دلوقتي نقدر نقول ان الفتره اللي قضاها بيريرا فتره تجريبيه، وهو شاف الناس اللي بالمعاونين له وتعامل معاهم وعرف مين كويس ومين يعني ممكن يستمر ومين يجب ان يختفي. يعني احنا مش هنقول اسماء، لكن يفترض في المعاونين للخبير الاجنبي انهم يكونوا على درجه كبيرة جدا من الموضوعية والكفاءة، فلابد من طبعا اتحاد الكرة ممكن يساعده في هذا لان هو ممكن يكون اكثر معرفة بالخبرات اللي موجودة، لكن برضو بيريرا اكيد جرب الشخصيات اللي هو اتعامل معاها، فاذا رأى فيهم مساعدين جيدين له يعني عندهم موضوعية وعندهم كفاءة يعني يقدروا يعني عندهم يقدروا يعملوا له النصيحة المفيدة أو يتخلص منهم ويضم آخرين. طيب بننتظر إن ده يتم يعني في أسرع وقت طبعا. في نقطة مهمة جدا، اتحاد الكورة لم يدفع مستحقات الحكام حتى الوقت الحالي، مفيش ما خدوش بقية مستحقاتهم، مستحقات الموسم اللي فات من الجولة ال 14 لحد النهاردة ما دفعتش. هل دي تبقى أول مشكلة لخبير أجنبي جاي المفروض يطور والمفروض يبقى متخصص في الأمور الفنية فقط، هل هيقابله المشكلة دي في بداية الموسم ده إن هو يبقى عايز يخش في قصص المستحقات والكلام ده؟ وهل كده اتحاد الكورة ما بيساعدش الراجل؟ ما أنا لما ما اديش الناس مستحقاتها ما أنا كده الراجل ده بقول له أنت جاي تتخانق مش جاي تحل وتبقى بتشتغل في أمور فنية يعني. ده الموضوع مش محتاج خبير أجنبي، ده محتاج قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة نفسه، لازم يبقى عارف كويس قوي إن الحكم لما بياخد مستحقاته يعني بالبلدي كده بيبقى مستريح نفسيا، عينه مليانة
الدنيا ماشيه مظبوط. وطبعا ده مش هيحصل غير لما الانديه اللي ما بتدفعش المستحقات بتاع اتحاد الكوره تدفع. يعني النادي الاهلي هو النادي مهمة. يمكن النادي هو الاهلي هو الوحيد اللي معلو اللي هو عليه زيرو متاخرات. الانديه الاخرى اللي ما بتدفعش فعامله ازمه ماليه في اتحاد الكوره، يجب من اليوم انهم يكونوا دفعوا كل حاجه، ويجب بعد كده ان الحكام ما يعني ما يبقاش متاخر لهم اقصى حاجه مثلا جوله واحده في الدوري. استاذ جمال، ده من الدوري، ده من الجوله ال 14 ما قبضوش حاجه في الموسم اللي فات. دي كارثه، دي كارثه في حد ذاتها. يعني ما اعتقدش ان ده موجود في اي مكان في الدنيا. مستحيل طبعا، ده في مصر بس. لابد من القضاء على هذه الظاهره، وهي على فكره ممكن تبقى مشكله كبيره جدا، مش لبيريرا كخبير اجنبي بس، اي حد هيبقى مسؤول عن لجنه الحكام لما يبقى عنده حكام ما بيقبضوش مستحقاتهم. مش يعني انت بتكلم ناس، وانت برضه لازم تكلم الناس في حدود منطق وعقل. واحد ما بيقبضش من المكان فهيطور نفسه ازاي؟ لا، والشغف اللي عنده، انا راجل دلوقتي بشتغل بدون مقابل، انا ما كده، ما فين الشغف؟ فين فين المؤثر اللي هيخليني اشتغل؟ العامل اللي يخليني انا عايز اطور من نفسي واجتهد؟ ده انا وصلت معايا مره ان انا قلت وجهه نظر، وده نقلا على فكره عن الحكام، اللي هي ايه؟ الحكم اللي بيطلع يروح المباراه مثلا في برج العرب بيسافر يوم المباراه، اللعيبه بتوع الفرقتين بايتين هناك من قبلها بيوم على الاقل. يعني يا جماعه حرام ان الراجل، هفترض ان الراجل ده رايح بالقطر او رايح بعربيته وتعطلت في السكه، اقعد ادور عليه ولا اقعد اعمل؟ وهو لا يلام، لان هو انت ما اديتوش حتى بدلاته بتاعت بدل السفر بدل الانتقال. كده. فانا اقتراح يعني بعض الناس اخذوا الاقتراح ده بهزار شويه، يعني قال لك يعني ليهم محور؟ طب ما انت بتجيب الحكام الاجانب وبتبيتهم يومين ثلاثه اربعه في اوتيل محترم، طب ايه المانع ان انت تعمل ده؟ مش هقول لك يومين ولا ثلاثه، بس على الاقل ليله المباراه يبقى الراجل بايت على الاقل في المدينه بتاعه الماتش نفسها، مدينه المباراه نفسها. لان انا بسمع الشكوى دي على فكره من حكام كتير بيبقوا مكلفين باداره مباريات وبيتبهدلوا. واحنا حكامنا معظمهم من مناطق مختلفه من بره القاهره كمان طبعاً. واغلب المباريات الكبيره في القاهره، فانت بتلوم، انت بتلوم على الحكم وهو جاي عامل مجهود السفر وممكن ما يكونش نايم كويس. يعني لازم الامور دي كلها يتم مراعاتها، عشان بعد كده لما تحاسب الحكم على اخطائه يبقى انت مش بتظلمه، يبقى انت بقى انت وفرت له كل حاجه الاول. بعد كده اذا غلط لا اتباحوا يعني بالبلد كده، يعني انتقدوا وحملوا مسؤوليه ووقع عليه عقوبات، حتى لو كانت عقوبات داخليه في اللجنه يعني. فده نقطه مهمه جدا جدا، هذا الكلام الخاص بالعنصر التحكيمي. يعني طبعا مع حضرتك كل حق في كل كلمه اتقالت فعلا، يعني ربنا يخليك، الله يخليك يا رحمن. انا بكلمك والله من واقع يعني ممارسه، ومن واقع كمان شكاوى الناس. يعني احنا دي امور واضحه يا استاذ جمال، ده امر واضح جدا، الحكم ما بياخدش يعني حقه، ده لا يلام، لا يلام تماما، وما تقدرش تلوم عليه في اي حاجه. طبعا حضرتك معاك كل الحق يعني. هو هيقول لك انت سايبني لا باخد فلوسي ولا بروح مكان المباراه بشكل محترم، فطبعا هتتوقع منه ايه يعني؟ صح، لازم هيبقى في اخطاء بالجمله يعني.